في ايه؟ انا بقالي فتره كده حاسه في حاجه مش مظبوطه. حاجه ايه؟ في حاجات في جسمي كده قلقاني، قلبي مقبوض منها. ليه ما قلتليش من ساعتها؟ عادي يعني، ما انا قلت يعني مش لازم اقلقكم، اروح للدكتور واطمن علشان تقلقوا على الفاضي. الفاضي؟ انت كنت لابسه كده وراح للدكتور؟ لا، ما انا سالت صحابي قالوا لي روح للدكتور في معهد الاورام. معهد الاورام؟ بص، متقلقش ان شاء الله خير، بس والنبي صالح عشان خاطري بلاش تجيب سيرة للولاد، مش عايزاهم يقلقوا على الفاضي. طب يلا يلا عشان ما تتأخرش. يلا انت جاي معايا ولا ايه؟ في ايه؟ حسيبك تروح لوحدك ولا ايه؟ يلا بينا. يا صلاح مش هينفع، انت عندك شغل. مقاول على الشغل؟ ماما تطمن عليكي. يلا يلا يا حبيبتي، يلا وان شاء الله خير.